أهلا بحضراتكم. الحقيقة ما شاهدتموه في الفاصل هو مشهد من فيلم باب الشمس، سيناريو وإخراج يسري نصر الله، وقصة أو رواية إلياس خوري. إلياس خوري اشترك أيضا في السيناريو، وهو من الأفلام وأيضا من الروايات المهمة جدا اللي بتوثق عملية ضياع فلسطين واحتلال الصهاينة والفكر الصهيوني لأرض فلسطين، وعملية طرد الفلسطينيين بالقوة وبالقتل وبالعنف، خلافا لكل الأكاذيب التي كانت تروج، وهي في الأغلب أكاذيب صهيونية، بأن الفلسطيني قد باع أرضه. لا، الفلسطيني أجبر على الطرد والقتل، بالقتل وتهديم البيوت وإزهاق الأرواح وإزهاق أرواح الجميع. لكن رواية إلياس خوري بتدور ما بعد التهجير. بعض الفلسطينيين ذهبوا إلى لبنان. بطل الرواية يونس بيترك زوجته التي بتصر على البقاء في فلسطين، وهو يذهب إلى لبنان لينضم للمقاومة اللبنانية، ولكن ينضم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، ولكنه بيعاود العودة إلى فلسطين في منطقة بتسمى مغارة باب الشمس، يلتقي زوجته، وكل لقاء بينتج عنه ولد تنجبه زوجته. يعني بتستمر العلاقة بهذا الشكل كنوع وشكل أيضا من المقاومة. احنا في الحقيقة بيسعدنا أن يكون معنا الروائي والشاعر الأستاذ عماد عناني للتعليق على هذه الرواية، رواية إلياس خوري، وأيضا الفيلم المأخوذ عنها، ونتطرق لموضوعات أخرى خاصة بإبداعه وخاصة بالقضية الفلسطينية. برحب بحضرتك. أهلا بك أستاذ صالح. يعني أهم ما يلفت النظر في هذه الرواية، رواية إلياس خوري، من وجهة نظرك كيف وجدتها؟ رواية إلياس خوري من الروايات اللي صنفت بأنها واحدة من أهم 100 رواية عربية، فطبعا ده في حد ذاته يعتبر ميزة كبيرة لهذه الرواية، ووضعها في تصنيف متقدم من ضمن جحافل الروايات العربية عامة. رواية إلياس خوري ببساطة جدا وكأنه يقول ما أشبه اليوم بالبارحة. فإذا نظرنا للتاريخ الفلسطيني، لن نقول نجد القصص تتشابه. للتاريخ هو يفهم أحد اليوم. ببساطة جدا إلياس خوري تضمينه مع التاريخ القديم، وكأنه من خلال الحكايات ومن خلال القصص المتوارثة، ويدمج هذه القصص معا حتى يوثق هذا التاريخ الذي نعيشه الآن. ببساطة جدا فكانت رواية إلياس خوري تعتبر رواية واقعية تاريخية في ذات الوقت. من يشاهد الفيلم أو يقرأ الرواية يندهش، وأيضا رواية التنطورية لرضوى عاشور وغيرها من الروايات التي وثقت فكرة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في عام 48، عام إعلان قيام دولة الكيان الصهيوني أو دولة إسرائيل، يلاحظ أن الأساليب التي كان يتبعها هذا العدو هي نفسها ما يستخدمه في كل المراحل الأخرى، يعني سواء التهجير، الأرض المحروقة، ثم التهجير، ثم القتل، ثم الاستهداف النساء والأطفال. هي نفس، وكأنه فعلا يوثق بأن التاريخ يعيد نفسه مع كل مرحلة. وإذا نظرنا للروايات المتعددة، لو نظرنا مثلا رواية رجال حول الشمس لغسان كنفاني، رواية زي ما حضرتك قلت التنطورية لرضوى عاشور، وكذلك رواية إلياس خوري باب الشمس، كل هذه الروايات نجدها تقريبا تتشابه في أحداثها. وليس هذا التشابه عن قلة الأحداث أو سطحيتها، بالعكس التشابه وكأنه زي ما حضرتك قلت تماما، إن هو بيوثق لوحدة هذا الأسلوب الموحد عبر تاريخ هذا الاحتلال. فهو أحداث متشابهة متكررة وأفعال متكررة مع كل مرحلة من مراحل هذا الاحتلال، ولذلك كانت مادة ثرية للأدباء إن هم يستخدموها، فكانت الأحداث متشابهة، ولكن كل أديب استطاع إن هو يعرضها بأسلوبه المتميز.
يعني من ضمن ما كتب عن الرواية، رواية باب الشمس، واحدة من حكايات المتسللين الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون العودة إلى فلسطين بعد ضياعها عام 1948. فقد شاعت في بداية الخمسينات ظاهرة العائدين خفية إلى وطنهم بعد تمام. الطرد الأول. أعداد كبيرة من من سئموا أيام المنفى الأولى كانوا يتسللون عبر الحدود والأسلاك الشائكة وخطر الموت لكي يعودوا إلى قراهم المهدمة وبيوتهم التي سكنها آخرون يهود وعرب، ليعودوا ويطردوا مرة أخرى أو يقتلوا على الحدود بين إسرائيل والدول العربية المحيطة. لكن حكاية رجل المقاومة المتسلل يونس الأسدي تتحول في الرواية إلى حكاية عشق ورمز صمود وشكل من أشكال المقاومة الديموغرافية للوجود الصهيوني. هكذا وعلى مدار 30 عاما وأكثر يزرع الأسدي الجبال والوديان بين لبنان والجليل الفلسطيني ليلتقي زوجته نهيلة في مغارة سماها باب الشمس، وينجب من زوجته عددا كبيرا من الأولاد والأبناء، مبقيا صلة الوصل بين الفلسطيني اللاجئ والباقين على أرضهم. تمام. يعني الفكرة نفسها فيها ذكاء شديد، ولا بالظبط. نعرف إذا كانت قصة حقيقية أم لا، ولكنها يعني لا، هي تبدو وكأنها تبدو حقيقية. وكأنها حقيقية. وكأنها هو بالضبط زي ما حضرتك قلت، ان الياس خوري بنفسه في لقاء من اللقاءات لما سئل عن هذا الامر، في ناس قالوا ان الشخصيات حقيقية، بل ان بعض الناس اقسموا ان هم يعرفوا هذه الشخصيات. والياس خوري تعجب من هذا الامر وعجبه هذا التعليق، وقال ان هذا معناه ان هو استطاع ان يوثق هذه الشخصيات لدرجة ان الناس اعتقدت انها حقيقية، ولكنها شخصيات متخيلة. لكن هي ببساطة جدا الفكرة هي نوع من المقاومة عن طريق البقاء. المقاومة عن طريق البقاء، هو يصر أن يعود إلى الوطن رغم أنه يعلم أن في هذه العودة نهايته هو موته. يعلم أن هذه العودة فيها الهلاك أو النهاية أو السجن أو القتل مرة، أو القتل أو الطرد مرة أخرى، أو القتل على الحدود زي ما هو قال في الرواية، ولكنه ما زال مصرا على العودة. وعندما عجز عن هذه العودة، كانت العودة بطريقة أخرى، إن هو يبقي له فرعا، يبقي له فرعا في هذه الدولة، فاستطاع أن هو بإنجاب الأولاد يستطيع أن يبقي. إذا خرج واحد، هو خرج واحد ولكنه أبقى مكانه 7 من صحيح. الأولاد. صحيح. بمعنى أصح أن هو كان بيوثق إلى بقاء الفلسطينيين في أرضهم حتى وإن طردوا. إن طردوا فسيكون لهم فروع تبقى، صحيح. والمقاومة سوف تستمر مهما حدث، ومهما قتلوا أو طردوا سيكون هناك مقاومة من نوع آخر مع أجيال أخرى. ومن ضمن أحداث الكلام في الرواية أنه قال أن الفلسطينيين مثلا كانوا قبل 48 كانوا 250,000 شخص، في مدار عشرات السنين وصلوا إلى 1,000,000 شخص. وكأنه بيقول رغم القتل ورغم التغريب ورغم التهجير ورغم المخيمات وما إلى ذلك، ولكن استطاع الفلسطينيين أن يتكاثروا والمقاومة تزداد في ويعوضوا فلسطين. من يخرج من تم طردهم أو بالزبط. إجبرهم على الهجرة، واللي بيرفض عودتهم بالزبط. لأن دول تعدادهم يتجاوز 6 مليون. بالزبط. فأنت هنا بتعوض ده. طب هل هي رواية تاريخية؟ هل نستطيع أن نصنفها بأنها رواية عن التاريخ، أم أنها رواية عن الأدب الحرب، أم لأي صنف أدبي تنتمي الرواية؟ هنا في الرواية دي أنا بعتبرها شخصيا، بعتبرها مزيج ما بين الرواية التاريخية وبين أدب الحرب والواقع. الأدب الواقعي طبعا المقصود بما يحدث في أحداث الواقع، والواقع فيما هو يصفه هو أدب الحرب زي ما حضرتك وصفت، ولكن هو التاريخ يمتزج فيها بوضوح. فهي ببساطة جدا نستطيع أن احنا نعتبرها رواية تاريخية، وفي ذات الوقت رواية موثقة لهذا للأحداث الجارية. وده بالضبط اللي قيل عن الرواية، أنها رواية عن التاريخ، عن استعادته ومحاولة قراءته من خلال سرد القصص التي تحتشد في هذا العمل لتفيض من بين ثنايا الكلمات وتعدنا إلى كتب التاريخ أو كتاب التاريخ نفسه الذي استعان به إلياس خوري كثيرا لكتابة باب الشمس. إنها هذه الرواية إنها مشغولة بفهم التاريخ وبإيجاد تفسير لما حدث من قبل ويحدث الآن عبر استعادة الحكايات، جميع أنواع الحكايات التي يسردها الراوي على مسامع يونس الذي لا يسمع في غيبوبته التي طالت وقادته إلى أرض الموت في نهاية الحكاية. ولكن هذه الحكاية لا تسعف الراوي في إدراك ما حدث والتوصل إلى أسبابه. تمام. هنا في يمكن القدرة على حتى لا يبقى في لكن
يسمعك، وكأنه ده تطبيق عملي في الرواية وفي الفيلم شفناه، وكأنه نوع من إعادته إلى الحياة مرة أخرى بطريقة تدريجية. نعم. طريقة تدريجية، واستطاع فعلا إلياس خوري في هذه الرواية ببساطة أنه هو يدمج حكايات الجدة وحكايات الأمهات وحكايات ما يسمعه من السابقين، يدمجه مع الأحداث الجارية في وقته، يعني يدمجه مع الأحداث الجارية وكأنه يشابه بين هذا وذاك، وكأنه بيقول إن التاريخ مستمر كما هو والمقاومة مستمرة بنفس الأسلوب. وده نوع من غرس الروح المقاومة في كل الأجيال. نعم. في الجيل الحالي اللي هو كان معاصر ليه. نعم. غرس روح المقاومة فيهم، وكأنه بيقول إن هو ده أنت وريث هذا التاريخ. كأنه بيقول للأبناء أنت وريث لهذا، وريث الموتى السابقين. أنت وريث هذا التاريخ ووريث الموتى في إرثهم، فتستمر كما كانوا يقاومون أنت تستمر في المقاومة، كما كانوا يقاتلون أنت تستمر في المقاتلة. بالضبط يعني. نعم أستاذ عماد، يعني الرواية مشوقة للغاية، والفيلم أيضا الذي قدمه المخرج الكبير يسري نصر الله يكاد يكون من أهم الأفلام اللي تناولت هذه القضية، قضية ترحيل الفلسطينيين، الاستيلاء على فلسطين من قبل العصابات الصهيونية. نذهب إلى فاصل من فيلم باب الشمس ونعود لمواصلة حوارنا. الحقيقة هذه الرواية من الروايات المهمة، رواية باب الشمس لإلياس خوري، ويمكن تحولها كمان لفيلم سينمائي أسهم في أن كثيرين يتعرفوا على هذا الأديب الكبير، وعلى طبعا بالضرورة مأساة الشعب الفلسطيني وما يحدث له الآن، وما حدث له كبداية معاناة، يعني كيف بدأت المعاناة، كيف بدأت النكبة، كيف بدأت الكارثة بصورة جلية وواضحة. يعني باب الشمس كتب الكثير فيها على أنها تاريخ للنكبة الفلسطينية وإعادة قراءة لمأساة اللجوء والشتات. قال إلياس خوري ببساطة أنه لم يكن يقصد وهو يسطرها كل ذلك. باب الشمس كتبتها وكان براسي أمر واحد، هو أن أكتب قصة حب. كنت أتساءل دائما لماذا قصص الحب عند العرب مخترعة وليست حقيقية، ولماذا لا أكتب بكل بساطة عن حب رجل لزوجته، وهذا ما كان. يعني هل يمكن نعتبرها قصة حب أيضا؟ نحن اعتبرناها أدب حرب ثم اعتبرناها قصة يعني تستلهم التاريخ والحقيقة والواقع. وجود الحب في الأحداث لا يتنافى مع كونها تاريخ، لا يتنافى مع كونها تاريخا أو صحيح. قصة أو أدب من أداب الحرب أو حتى أدب من أداب الواقع. فلا ليس هناك أي مانع أن يتخلل هذه الأحداث أن يتخللها قصة الحب. قصة الحب ببساطة جدا وظفت لهدف حربي. ببساطة جدا إن هو لقاؤه بزوجته، وكأن هذا اللقاء الهدف منه هو إنجاب الأولاد الذين يستمرون في المقاومة من بعده ويحلون محله في المكان الذي طرد منه. فلا مانع أبدا أن تكون هذه القصة موظفة في هذا المعنى. ببساطة جدا لو لم يكن هناك حب بين هذا الرجل وهذه المرأة ما كانوش يتحملوا، لم يكونوا يتحملون هذا الأمر. فببساطة جدا ليس هناك مانع أن يتخلل قصة الحرب قصة حب. والحب هنا موظف لأجل خدمة القضية. بالزبط. يعني تشعر وكأنه الإنجاب هنا ليس لمجرد الفرحة بالأولاد، ولكن الفرحة بالوطن. بالزبط. استعادة الوطن. بالضبط، تجهيز الأولاد ليكونوا جنودا للوطن. صحيح. بالضبط. نعم. أستاذ عماد، أنت أيضا شاعر ولك يعني الكثير من الدواوين الشعرية. يعني مأساة فلسطين ألم يعني تؤثر فيك؟ ألم تكتب شيئا عنها؟ والله كتبت طبعا قصائد. كتبت عنها؟ طبعا كتبت أكيد، ولكن يعني هي كتب قصائد سابقة في عهد سابق، لأن مأساة فلسطين مستمرة منذ أكيد 75 عام على الأقل، من ربما أكثر، من قبل ميلادنا وإحنا مستمرين. صحيح. في هذه القضية. لكن وكتبتها، ولكن طبعا ما زال في بعض الكتابات مستمرة. نعم. وطبعا كثير من الأدباء أكيد طبعا. صحيح. كتبوا في هذا الأمر، فأنا معي بعض القصائد. يعني نسمع قصيدة من تأليف حضرتك. طيب ببساطة. نعم. جدا، هي قصيدة صدرت لي في ديوان سابق. نعم. ديوان اسمه؟ ديوان هقول لحضرتك بصراحة، هذا الديوان كنت أنوي أن أسميه لا صوت يعلو فوق صوت المسخرة. كان هذا تسمية الديوان أصلا، وهي قصيدة بهذا العنوان لا صوت يعلو فوق صوت المسخرة. ولكن بعض الأصدقاء طرحوا علي تغيير هذا العنوان، وسميته لا صوت يعلو فوق صوت العاطفة، حيث أن العاطفة تتخلل هذا الديوان، عاطفة الحب وعاطفة. نعم. الغضب لبعض الأحداث. نعم. فهي تصدرت هذا الديوان. تفضل. قصيدة بعنوان أسيادنا. ونقدر نعتبرها من الكوميديا السوداء، نقدر نعتبرها من
اعتذار لإخواننا الفلسطينيين في تقصيرنا في حقهم طبعا. ببساطة جدا بعنوان أسيادنا لو هانت الأعراب لو أضحت تساوي عند ربي نفخ ريح لو خرت البلدان جزءا بعد جزء في هباء مثلما يقع الذبيح لو كل أرض العرب قد أضحت تعاني مثلما القدس الجريح سنظل نهتف كي نمجد ظالما أكل اللحوم ولمز العظم الكسيح سنعيش يا أرضي خرابا دائما أبدا وحتى بالموات سنستريح بالله يا عرب الكرام أما صحت منكم قلوب قد غواها ذا الضريح تتشيعون لكل قبر مرة ترجون من قبر القتيل بأن يصيح ترضون ضعفا قد أراح نفوسكم ترضون من شعر المنافق بالمديح ترضون أموالا تنير جيوبكم متروكة كل البلاد أنا أبيح وتقاتلون عدوكم بكلامكم أنا سيد الأكوان يا لي من فصيح ونسيتم قبل قول الأعاظم قبلكم من مات لا سيفا به فهو القريح لا خير في عيش هم أبطاله سرقوا البطولة ثم قالوا بالصريح نحن الأعالي فوقكم هل تنكرون على أنا نحن الأولى صلبوا المسيح ونصدق الأبطال حتى إننا لنصدق الأقوال بالكذب تفوح زند العروبة ناكث عند اللقاء قلب العروبة بالقوى قلب شحيح قربانكم للسامي روح شبابنا هل يقبل السامي قربانا سفوح هل يقبل السامي كي يرضى جراحا في قلوب العرب قد أضحت تنوح هيا لتهدوا عمكم سام العسل وابنوا بيوتكم رغاما لا يلوح هيا اسكنوا جحر الأرانب آخرا ولتفرحوا إن الأرانب ذات روح الله الله نعم. يعني هي كوميديا سوداء فعلا أو نعم. أو هو شعر بيقطر ألما لتصوير الواقع وحقيقة بتقرأ هذه الأبيات يعني جال بخاطري سؤال حول كل هذا الإبداع سواء كان فن أو أدب أو سينما أو مسرح أو شعر كل ما كتب عن القضية الفلسطينية التي ربما وصفت بأنها أعدل قضية في الوجود كل هذا العدل وكل هذا الحق البين الواضح وكل هذه الإبداعات لم تمنع الحروب لم تمنع المذابح التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني مذبحة وراء مذبحة يعني كيف يتأتى هذا من وجهة نظرك ولماذا هل هو تقصير في الإبداع والكتابة أم أن يعني الكلمة وحدها لا تكفي جميل سؤال رائع جدا أشكرك عليه ببساطة جدا أحب أقول لو أن كل مسؤول في بلاد العرب بأكملها قام بواجبه كما يقوم الأديب بواجبه لحلت مشكلة فلسطين الأديب يقوم بما عليه من الدور يكتب ما يستطيع أن يكتبه يقترح ما يستطيع اقتراحه يسجل ما يستطيع تسجيله هذه مهمة الأديب فمهمة شخص آخر في مكان ما أن يستطيع أن يقوم بعمل آخر مهمة شخص آخر يستطيع أن يتخذ قرارا آخر فمهمة الأديب استطاع أن يؤدي واجبه ويقوم بدوره فليت كل من له دور في بلاد العرب جميعا يقوم بدوره فلو حدث هذا لحلت المشكلة لكن يعني اسمح لي أقول لحضرتك أنه ربما لا تحل لأن هناك دعم سميه شئت أم أردت أن تسميه دعما أو تواطؤا أو تأييدا أو تغطية على هذه الجرائم هناك في المنظومة الدولية ما يسمى بحق الفيتو وهناك دعم اقتصادي وعسكري ضخم من عدة دول وليس من أمريكا فقط جميل ولكن يستطيع أعد لهم ما استطعتم من قوة يعني إذا استطاع كل واحد أو كل من يستطيع أن يكون له دور إذا استطاع أن يقوم بهذا الدور وقدم له ما يستطيع من القوة ربما تحل وإن خسرنا بعض اللقاءات فسنكسب ما بعده ما المانع أنور السادات رحمة الله عليه استطاع أن يكسب المعركة ويكسب القضية بكل بساطة معه نعم. مش هنقول ببساطة لكن بكفاح وجهد وتخطيط استطاع رب وكسب المعركة طيب يعني هل النكبة نكبة 48 التي قدمها إلياس خوري في الرواية هل نستطيع أن نقول أن لها امتدادات حتى الآن
نعم هي امتدادات وهي مستمرة ومتواصلة، والتاريخ فيها يعيد نفسه يوما بعد يوم، ولكن هي بتختلف فقط في الكميات، تختلف في القدر والكمية. إذا كان مثلا في فترة معينة يقتل 1000 شخص، فهناك في فترة يقتل 2000، وفترة ثالثة يقتل 10,000. فالأمر ببساطة هي نفس الأحداث متكررة، نفس الأحداث في التهجير والقتل والتخريب والهدم وغيره من الأحداث، ولكن بتختلف في النسب والكميات. يعني هناك من يرى أن النكبة ليست من الماضي، النكبة مستمرة إلى اليوم، ومن ضمن من يرون ذلك هو إلياس خوري نفسه، بيقول الأدب تعبير عن حب، عن حبنا للآخر بالمعنى العميق للكلمة. ولدت الروايات لتعبر عن الدواخل البشرية، وإن رأى فيها البعض تأريخا أو توثيقا أو شيء آخر فليس هذا هو الذي كان مقصودا في البدء. ثم يعود ليحدثنا عن أنه كاتب ملتزم بالمعنى الإنساني للكلمة. بيقول لم أكتب باب الشمس لأنني ملتزم فلسطينيا أبدا، بل لأنني ملتزم بإنسانيتي. من لا يلتزم مع فلسطين لابد عنده مشكلة في إنسانيته وليس في عروبته. وحين ندرس النكبة فباعتبارها لا تزال تحدث الآن. نذهب إلى مشهد آخر من فيلم باب الشمس عن رواية إلياس خوري وإخراج يسري نصر الله، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ عماد عنين. طبعا يعني أنا بدعو الجميع لمشاهدة هذا الفيلم التوثيقي عن النكبة، لأن الأفلام حتى اللي اتعملت عن هذه النكبة رغم أهميتها في تاريخنا المعاصر إلا أنه هي قليلة جدا، ومهم جدا أن نعرف تاريخنا الحقيقي حتى لا تروج لنا قصص غير حقيقية، حتى لا نتبنى رواية ليست منا وليست موضوعية وليست هي الرواية الصادقة الحقيقية. يعني من ضمن الأشياء اللافتة للنظر في رواية إلياس خوري أنه يعني عامل إعادة تركيب للتاريخ وللأحداث الإنسانية، لدرجة أن حضرتك كما ذكرت كان البعض بيصر على أن الشخصيات دي حقيقية وعلى أن هذه المرأة موجودة بالفعل. وده إلياس خوري نفسه قال أنا سعيد جدا بهذا الكلام ولا يزعجني، لأن معناه أن أنا واصل إلى درجة من الصدق لدرجة أن الناس بتروي أنها قصة حقيقية. وده يعني صميم فلسفة برنامجنا اللي بيبحث في فن المحاكاة، إلى أي مدى الواقع كان قريبا من أو الأدب كان مستلهما للواقع وللتاريخ، مستلهم الواقع وأصبح مطابقا له. وكان ببساطة جدا أن هو كما يعني هذكر مقولة حضرتني الآن، كما قال رحمة الله عليه أستاذ عباس العقاد، أن براعة المثال مثلا في أنه يصنع تمثال يهيئ للرأي أنه إنسان حقيقي، براعة الرسام أنه هو يقنعني دي صورة لإنسان واقعي حقيقي، يعني براعة الفنان أنه يقترب بفنه من الواقع لدرجة أنه يقنع المتلقي أنه هو واقع. فنفس ما حدث في هذا الأمر، استطاع إلياس خوري أنه هو يبتكر هذه الرواية ويضعها في صف الواقع البحت بما وأجبر الجمهور أو أقنع الجمهور أنه يقتنع أنها رواية حقيقية، أن أحداثها حقيقية وأن شخصياتها كمان حقيقية. نعم تمام. طيب في الدقائق القليلة المتبقية إذا في قصيدة أخرى عن فلسطين. والله القصيدة الأخرى عن فلسطين أنا معي حاليا قصيدة لصديق عزيز وشاعر من فحول الشعراء في مصر، هو الصديق الأستاذ علي الشيمي، وقصيدة له من ديوان اسمه عيناك خط الاستواء. فبيقول فيها الأستاذ علي الشيمي: عيناك أول من يسافر بالضياء إلى القمر، عيناك زينت القصائد بالجواهر والدرر، عيناك فلسفة ابن رشد وابن سينا والأثر، عيناك أسرع رحلة فيها أمتع بالسفر، هي جب يوسف حوت يونس هل لقلبي من مقر، عيناك خط الاستواء فكيف لا يأتي المطر، الله، عيناك ميدان البطولة فيه أبقى منتصر، يا أرض طهر، يا أرض طهر الماء، طهر العيش، طهر المنتظر، في أرضك العذراء أغرس نخلتي بين الشجر، ليغرد العصفور فوق غصونها لحن القدر، إني فلسطين الأبية
إني فلسطين الأبية برض غيري في حر، والاحتلال إلى زوال طال هذا أو قصر. ربيت أولادي على حب الجهاد المستمر، لا أنثني حتى أحرر من طواغيت البشر، هم يألمون وإن قبري للعدو هو المقر. هدم البيوت مع السكوت عن الجرائم ليس بر، قتل الطفولة والنساء بغير ذنب أي شر، أحرام تحريري بسيف بنية كلا لا وزر. حتما سيغلب جمعهم وغدا يولون الدبر، عذرا حبيبة مهجتي إن العروبة تعتذر، عن أي دور للبطولة بعد عمر أو عمر، في النفط تلقي نفسها من فوق آيات السور، إن المصالح أتقنت ذبح الحمام على الوتر. قصيدة أنا بعتبرها من أروع القصائد اللي قيلت في الحقيقة. لا رائعة. أنا في يعني في ختام الفقرة دي عايز يعني أقرأ على حضراتكم بعض الجمل المهمة أو المأثورة في رواية إلياس خوري، والحقيقة مش أنا اللي جمعتها، اللي جمعها مهند النابلسي من الأردن، والرابط هو إصدارات ونقد. بيقول: الرؤية الخلاقة والقصة الحقيقية الصارخة لمأساة فلسطين كما لم يكتبها أحد من قبل، أقاويل وحكم وحوارات وهواجس والتباسات صريحة ومعبرة وصادمة، مع توصيف تاريخي واقعي نادر لأحداث النكبة وتداعياتها المريرة. أقتبس فيما يلي فقرات: صرنا نجمع مفاتيح أهل الأندلس. قال إن أحفاد أهل الأندلس الذين طردوا من بلادهم وهاجروا إلى مكناس ما زالوا يحتفظون بمفاتيح بيوتهم الأندلسية، وأنه يجمع المفاتيح وسيقيم لها معرضا ويكتب عنها كتابا. طويتك إلى قطعتين وحملتك على كتفي، رأسك من ناحية وقدماك من ناحية أخرى وبطنك على كتفي، وكنت ثقيل الوزن مرتجفا. يا لطيف، كيف يثمل الإنسان حيث يموت أو يقترب من الموت؟ كأن الروح وسيلة لمقاومة جاذبية الأرض، وروحك كان خرج نصفها من جسدك. أنت لا تحب كلمة أبد، كنت تقول: ما أصغر عقل اليهود، ما هذا الشعار السخيف الذي يرفعونه؟ القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، كل واحد يتكلم عن الأبدية يخرج من التاريخ. فالأبد ضد التاريخ، لا وجود لشيء أبدي. قلت أننا لن نهزمهم، بل علينا مساعدتهم على هزيمة أنفسهم. لا أحد ينهزم من الخارج، كل هزيمة داخلية. وهم منذ أن بدأوا برفع شعارات الأبد وقعوا في دوامة الهزيمة، وعلينا مساعدتهم. سمعت الحكايات التي سمعها جميع أطفال المخيم، لكني لم أفهم. هل تعتقد أنه يكفي أن تقولوا لنا أننا لم ننهزم عام 48 لأننا لم نحارب، كي نقتنع بحياة الكلاب التي نعيشها منذ ولادتنا؟ الأدب كما علمنا أبو حيان التوحيدي هدفه الإمتاع والمؤانسة قبل الوصول إلى أعماق المعنى. قال الروائي اللبناني إلياس خوري محدثا قراءه وأدرك أن تحويل روايته باب الشمس إلى فيلم سينمائي أسهم في تعرف أكبر على هذه الرواية. في ختام هذه الفقرة، أستاذ عماد عناني الكاتب والشاعر والروائي، يعني كيف ترى المستقبل، مستقبل الأدب وأدب الحرب والقضية الفلسطينية؟ مستقبل جميل، هذا التقسيم جميل. مستقبل الأدب هو في نمو والحمد لله، والأدباء يتكاثرون ومحبي الأدب يزيدون والحمد لله. قصدت أدب القضية الفلسطينية. أدب القضية الفلسطينية يزيد ويتكاثر وينمو وبفضل الله. الأدباء والحمد لله متمكنون، يعني عندنا من الأدباء الفحول والعظماء الأقوياء موجود بكثرة في شتى الفروع، في الشعر وفي الرواية وفي القصة وغيرها. والأمل بقى في في في, الأمل في عودة الأرض وعودة الحق. للأسف أنا لا أظن أن هذا الجيل سوف يحل المشكلة. نعم. لا أظن أنا. ولكننا لا نصادر على المستقبل. لا نصادر، لكن أنا يعني إذا لم يستطع هذا الجيل فهناك أجيال، ولا هي القضية ستحل، ولا ضع حق وراءه مناضل ومقاوم. بالزبط.
بشكر الأستاذ عماد عناني، بشكر حضراتكم، والخميس القادم نكون على لقاء مع فن المحاكاة. إلى اللقاء.